مهما تقسى الدنيا علي بضلك آمن فيك، مهما تتوجع عيني بضلك آمن فيك، مهما تقسى الدنيا علي بضلك آمن فيك، مهما تتوجع عيني بضلك آمن فيك. انت بي خي النور الكلمة السما والمي، وإن عصفت ريح الخطية ما بتقدر تطفيك. يا مخلصني غالي جميلك، أنا مين بكون لك لو عمري كله بصلي لك، شو بدي وفيك؟ يا مخلصني غالي جميلك، أنا مين بكون مقابلك لو عمري كله بصلي لك، شو بدي وفيك؟ انت باين تخي النور الكلمة السما والمي، وإن عصفت ريح الخطية ما بتقدر تطفي. مهما تقسى الدنيا علي ضل آمن فيك، مهما تتوجع عيني ضل بآمن فيك. انت باين تخي النور الكلمة السما والمي، وإن عصفت ريح الخطية ما بتقدر تطفيك، وإن عصفت ريح الخطية ما بتقدر تطفيك. اتلوت ما تبحيد الوه والوت الوت ام حاد طليوت البيت خقالوه وعليت واقدم بمديلو صغدت ملكوش ما يونو حاسولي خلدا حتيت لو ملكوش ما يونو حاسولا خلدا حطينا لو صلوا علي ميت المران قالوا هون قابل قربونو ونترحم علينا باصلو. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ربنا يسوع المسيح، يا من غفرت للمخلع خطاياه وشفيته وحملته سريره أمام الجمع، يا حامل خطايا البشر أجمعين، أهلنا أن نتأمل في آياتك المذهلة، شددنا بقوة غفرانك وأشركنا في نعمة فدائك، فنشكرك ونمجدك وأباك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيا، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. لنرفعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أراد أن يشرك البشر في سر محبته، وإلى الابن الذي جاء إلى العالم يداوي البشرية المتألمة ببلسم نعمتي، وإلى الروح القدس الذي يسكب على القلوب الكثيرة ندى تعزياتي الصالح، الذي له المجد والإكرام في
هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح يا وحيد الآب وكلمته لقد نزلت في أرضنا رحمة وحنانا، وشئت أن تطهر بدا عطفك وحبك، فأمرت المخلع بأن يحمل سريره ويسير على مرأى من الجماهير ليؤمن الجميع بألوهيتك. يا معيد الفرح إلى ذلك المريض المتألم وغافرا خطاياه، نشكرك ونسبحك على الموهبة العظمى التي منحتها كنيستك أن تحل باسمك من الخطايا وتغفر للتائبين. والآن نسألك أيها المسيح إلهنا على عطر هذا البخور، مد إلينا يدك القادرة وافتقدنا بقوة غفرانك، ثبتنا على الأمانة الكاملة لك، ورسخ فينا ذكرى آياتك وتعاليمك الإلهية، فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. الحالي مثل الغصن اليابس ما عم بسأل عنك، وهلأ صرت قبالي قلبي نورك لابس، تركني أقرب منك. امبارح كنت الحالي مثل الغصن اليابس ما عم بسأل عنك، وهلأ صرت قبالي وقلبي نورك لابس، تركني قرب منك. أنا بردان أعطيني نارك، أنا وصار لي سنين غرقان
عذابي دموع وغيرك مين قادر يشفي يا ربي؟ أنا بردان أعطيني نارك، أنا أنا ندمان، ما تحرمني منك. يا وعد الحياة الحق ربنا يسوع المسيح واهب الشفاء ومناء الراحة والخلاص، اقبل بخورنا وامنحنا معرفتك الإلهية، مد يدك القديرة واشف مرضانا والمتألمين بيننا. افتقدنا ببلسم غفرانك، فأن لك الملك والقدرة والمجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. قاضي شاد قالوا قاضي شاد حيلتون قاضي شتلو ميوتو اترحم علينا. قاضي شاد قالوا قاضي شاد حيلتون قاضي شتلو ميوتو اترحم علينا. قاضي شتلو قاضي شت حيلتون قاضي شتلو ميوتو اترحم علينا. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كلامك المقدس، لك المجد إلى الأبد. آمين. أي بشرى سلامي، صوت الرب الحناني، قم واذهب بالسلام، نلت فيض الغفران. حل في البيعات الروح، روح الرب الحنان. يا قلب الفادي المجروح، هبنا فيض الغفران. ربي يا من تقبل قدما خدمة الأبرار، يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس. وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. آمين. يا إخوتي، من الناس من تكون خطاياهم واضحة قبل الحكم فيها، ومنهم من لا تكون واضحة إلا بعده. كذلك فإن الأعمال الصالحة هي أيضا واضحة، والتي هي غير واضحة فلا يمكن أن تبقى خفية. على جميع الذين تحت نير العبودية
أن يحسبوا أسيادهم أهلا لكل كرامة لئلا يجذب على اسم الله وتعليمه. أما الذين لهم أسياد مؤمنون فلا يستهينوا بهم لأنهم إخوة، بل بالأحرى فليخدموهم، لأن المستفيدين من خدمتهم الطيبة هم مؤمنون وأحباء. ذلك ما يجب أن تعلمه وتعظ به. فإن كان أحد يعلم تعليما مخالفا ولا يتمسك بالكلام الصحيح، كلام ربنا يسوع المسيح، وبالتعليم الموافق للتقوى، فهو إنسان أعمته الكبرياء، لا يفهم شيئا، بل مصاب بمرض المجادلات والمماحكات التي ينشأ عنها الحسد والخصام والتجذيف وسوء الظن والمشاجرات بين أناس فاسدي العقل زائفين عن الحق، يظنون أن التقوى وسيلة للربح والتسبيح لله دائما. هللويا هللويا، مغفورة لك خطايا، واحمل فراشك وامشي، هللويا أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله. الحي قال مرقس البشير: عاد يسوع إلى كفرنحوم وسمع الناس أنه في البيت، فتجمع عدد كبير منهم حتى غص بهم المكان، ولم يبقى موضع لأحد ولا عند الباب، وكان يخاطبهم بكلمة الله. فأتوه بمخلع يحمله أربعة رجال، وبسبب الجمع لم يستطيعوا الوصول به إلى يسوع، فكشفوا السقف فوق يسوع ونبشوه ودلوا الفراش الذي كان المخلع مطروحا عليه. ورأى يسوع إيمانهم فقال للمخلع: يا ابني، مغفورة لك خطاياك. وكان بعض الكتبة جالسين هناك يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا الرجل هكذا؟ إنه يجدف، من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ وفي الحال
عرف يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ ما هو الأسهل، أن يقال للمخلع مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل فراشك وامشي؟ ولكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا أن يغفر الخطايا على الأرض، قال للمخلع: لك أقول قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام في الحال وحمل فراشه وخرج أمام الجميع، حتى دهشوا كلهم ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا البتة حقا. والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. مغفورة لك خطاياك، قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. إخوتي الأحبة، في هذا الأحد، الأسبوع الخامس من الصوم، من زمن الصوم، من أسابيع الصوم، يلي هو بذات الوقت الأحد الثاني من القسم الثاني من الصوم. الصوم يلي مقسم إلى ثلاث أقسام، في عنا الصوم ثلاث أسابيع منه، وفي عنا أسابيع العجائب، أحد الابن الشاطر واليوم أحد المخلع، بعدين عنا أحد الشعنين، أسبوع الشعنين، وبعد منه أسبوع الألم. منشوف أنه بالمسيرة اللي مشيها الرب يسوع المسيح من وقت شفاء الأبرص، كيف عم بتكون الشغلة تصاعدية. أول شيء كان يقول له: إيمانك خلصك، وروح ما تخبر حدا، لأنه الرب يسوع المسيح ما بده إيماننا يرتكز على الأعجوبة، لأنه في الأعجوبة الكبيرة يلي هي قيامته واللي نحن عم نعيشها دائما بسر الإفخارستية، هيدا هو ركيزة إيماننا. وبالتالي بهالأحد هيدا منشوف أنه يسوع المسيح ركز على إيمان اللي كانوا حاملين المخلع. بقلنا الإنجيل كانت العالم عم تزحموا ليسوع المسيح، وكان في البيت، ويقدر أنه كان في بيت بطرس في كفرنحوم. وقت اللي شافوا أنه العجز كتير، أصروا بإيمان أنهم يقدموا للرب يسوع المسيح. وبالتالي هالإصرار بالإيمان هيدا خلى يسوع المسيح يقول: ولما رأى يسوع إيمانهم. هو شو عارف بالقلب؟ شاف بالعمل يلي شافوه بالخارج. بقول أحد القديسين، بيقول: أرني إيمانك بدون أعمالك، فأريك بأعمالي أنا إيماني. وبالتالي عملوا المستحيل تينزلوا. وهيدي الإصرار على هذا الإيمان كتير مهم، ببين أنه الإيمان ثابت. بقلنا الإنجيل طلعوا نبشوا السقف فوق يسوع المسيح ودلوه. فلما رأى يسوع قال للمخلع: مغفورة لك خطاياك. لأنه اللي بهمه للرب يسوع المسيح بالدرجة الأولى هو الأمر الروحي. بقول: وكان يحدثهم، كان يكلمهم، يعظهم بالكلمة، أي الأمن الروحي، الحياة الروحية بدرجة أولى، وبعدين بهمه الشيء المادي. هون كانوا الكتبة والفريسيين. هالكتبة والفريسيين قاعدين عمالي بيترقبوا يسوع المسيح. وأحدهم بيقول: إذا أحد الكتبة والفريسيين إجا حاله على المراية بينتقد حاله، لأنه ما كان عندهم هالصفاء، ما كان عندهم هالنوية السليمة هيدي، كان عندهم أفكار مسبقة ناطرين يسوع المسيح، لأنه كان عمال يهدد لهم كل مصالحهم حتى يطالوا بشيء. وقت اللي قال له: مغفورة لك خطاياك، بربروا بين بعضهم إنه يجدف. لأن التجديف هي وقت اللي الواحد بيقول شيء أو بيحط حاله محل الله أو يتكلم بالسوء على الله.
عرف يسوع شو في بقلوبهم وقال لهم ليش عم بتفكروا هيك؟ سألهم سؤال، طرح السؤال عليهم، أيهما أفضل، أن يقال للمخلع مغفورة لك خطاياك أم قم احمل سريرك وامشي؟ الكل كانوا منتظرين أنه يعمل الشفاء، يعمل الأعجوبة، قوم احمل سريرك وامشي. لكن دائما الرب بيعطينا أكثر ما نحن مننتظر ومنتوقع ومنتفكر. هوني وقت اللي قال لهم أيه أفضل؟ ليش؟ لأنه بالنسبة للذهنية اليهودية، وهون عند مرقس بهالفصل الثاني منشوف هالصراع ما بين تعاليم الرب يسوع المسيح والفكر اليهودي، لأنه بفكرهم هني أنه تحت لي يكون واحد منصاب بهيك مرض معناته هو خاطئ، لذلك قال له مغفورة لك خطاياك، حتى لي حكيهم بلغتهم بمفهوميتهم قم احمل سريرك وامشي. قال لهم أكيد بتقولوا الأسهل أنه مغفورة لك خطاياك، لكن أنا بقول لكم لا، الأسهل قم احمل سريرك وامشي، لأنه هيدي بقولة بكلمة، أما مغفورة لك خطاياك هيدي بتكلفني دم، بتكلفني الصليب، بتكلفني حياتي حتى لأغفر له خطاياه، وحتى تعرفوا أنه ابن الإنسان له سلطان، سلطان على السماء وعلى الأرض، سلطان على السماء لمغفرة الخطايا وسلطان على الأرض لشفاء الجسد. لك أقول قم احمل فراشك وامشي. قال له قم احمل مش اترك. الفراش هو علامة على إنسانيتنا، على خطيتنا، على ماضينا، أوقات كتير يلي مننزعج منه، اللي بيكون أوقات كتير تعبنا، هو حملنا، الأفكار دايما بتخدنا وبتجيبنا. مع يسوع المسيح دعاه إلى أنه يتصالح، وقت اللي غفر له خطيته دعاه أنه يتصالح مع ماضيه. نحن اليوم مدعوين أنه نتصالح مع ماضينا حتى نقدر نحمل هذا الماضي، ما يضل هو حملنا ويلعب فينا مثل ما بده. لذلك أول شيء بدعينا لإله هالإنجيل هي المصالحة مع الماضي، والشيء الثاني اللي بدعينا لإله هالإنجيل إنه اليوم هالأربعة هودية اللي بيمثلوا الشعب، الشماس، الكاهن، الأسقف أو الإنجيليين الأربعة، هودي هل نحن مدعوين إنه نشارك مع الرب يسوع في خلاص الإخوة. إذا في إنسان إيمانه ضعيف نعرف نحمله نحن للرب يسوع المسيح، وبالتالي وقت اللي طلعوا هني على السطح هيدي علامة أنه من خلال كلمة الله أنت بدك تتسامى فيها هذه الكلمة، وهذه الكلمة إذا ما تسميت فيها تجعلك تتواضع وتنزل نحو الأرض، نحو أقدام الرب لتتتلمذ على يده. فإذا نحن اليوم شو ما طلبنا من الرب بيعطينا أكثر ما منطلب. كيف نحن ما نطبق هذا الأمر على الوضع اللي نحن عم نعيشه اليوم من خلال كلمة الرب؟ يا أخوتي الأحبة، أنا بدي أقول أنه الرب يعطي أكثر مما تظن وأكثر مما تفكر. خذوا وجوه كثيرة في الكتاب المقدس، من الابن الشاطر يلي كان منتظر يا أما بي يبعتني أو يحطني شي خادم، جعله ابن. زكى العشار يلي كان بس بده يكتفي يشوف الرب يسوع المسيح، قال له أنا نازل عندك، وقيس وجر على أمثال كثيرة في هذا الأمر. فالرب بيعطينا أكثر مما نحن ننتظر. فنحن اليوم يلي عمينا نطلب نجنا يا رب من هذا الوباء، نجنا يا رب من هذا المرض، نجنا يا رب من كل هذه الأمور التي نعيشها، نحن عمينا نطلب، ولكن في طلب أهم بكثير. قديش ما في عنا وباء روحي، قديش ما في عنا ناس كانت بعيدة عن الله تعالى. فهذا الوضع اللي عم نعيشه بده يخلينا نرجع أكثر فأكثر إلى ذاتنا، ونعرف أنه الرب ما بيتركنا. خدوا يوسف ابن يعقوب بأي مراحل مرق، أصعب المراحل، أخته اللي باعوه، وجعلوا الرب يلتقي بفرعون ويخلي بيه وأخته يخلصوا لو منه كانوا ماتوا الجوع. هيدا اللي نحن مدعوين انه نحن نفكر فيه اليوم، لانه مربولوس بيقلنا تعرفون المسيح، تعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا الى كل ملء الله.
فالرب عايز انه يذوقنا السماء من الان رغم كل الصعوبات يلي نحن عمالين نعيشها. فسلام الله يلي بفوق يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم في المسيح يسوع. الله بيعطينا اكثر مما نظن او منفكر. يا ربي يسوع اغفر لي لانه ليس عبد بلا خطيئه ولا سيد بلا غفران. فنحن اذا كنا من نحتسب حالنا عبيد لك انت ما بترضى. وقت اللي علمتنا نصلي قلت لنا صلوا ابانا الذي في السماوات. فانت يا رب ما رضيت بانه نكون نحن عبيد انما ابناء. نحن كنيسه نفتكر بسلام المسيح وتقدم للعالم منقدم للعالم كله سلام يفوق كل عقل. المسيح القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر وأكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع الأجيال ودهر الدهور. لمسيحنا كل مجد وإكرام. آمين. نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي. آمين. اتلوت متحدلو هو الوتلو دم حادي طليوت ونبسوط طيب وطوق يعول البيتوخ وسغود بايكلوت قوتشو إحلتوخ موريو دابارين وبزادي قوتو خالفين صلوا علي ميت المرا قالوا هون قابل قربونوخ ونترحم علينا بصلوته هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي الآتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيع هاليلويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ورسبك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا رضا الله من آدم حتى اليوم ولا سيما الطبوية والدة الله مريم ومار يوسف البتول ومار مارون ومار حنة مارون ومار شربل ومار نعمت الله والإديس رفقة والطباوي إصطفين والطباوي أبونا يعقوب
أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، ونذكر فيها أمهاتنا الأحياء واللذوات انتقلنا إلى السماء. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. إليك الورد يا مريم يهدى من أيادينا، هلمي واقبلي منا عربنا حب أكيد معتهانينا. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك. السلام لكم يا خدام الروح القدوس. ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله. بك يا رب نبارك، فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام الخطيئة، وتؤهلنا لأعمال البر، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركات وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. بالقلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدس. يا من أنت هو الإله الواحد الحق، وفيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى، يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفين. قدوس قدوس أنت أيها الرب القوي إله الصباح،
السماء مملوءتان من مجدك العظيم. هوشعنا في الأعالي مبارك الذي أتى وسوف يأتي باسم الرب. هوشعنا في الأعالي. وبيومها ودقدم حاشودي لمع بتحاي ساب اللحم وبدا وقادي شوطو وباريخ وقادي وقصوا يا بالتلمذاو كادوا مار ساب أقول من كل خون هونو دنيتا وفغرودي دحلو فيكون وحلف ساقية متقسي ومتياب الحصود حوبة والحاي ده العلام علمي. خانوا عالكوس ودمزغوا من حمرو ومن مايو بريخ وقادش ويا بالتلمذاو كادوا مار سا بشتا دنيتا ودمودي دياتقي أحداته دحلو فيكون وحلو بساقي متشد ومتيب حصود حوبي والحاي ده العلام علمي. آمين. وزاد على ذلك هذا الإيضاح قائلا: كلما اشتركتم في هذه الأسرار أذكر موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئه. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاصي والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله، ولذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب، فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ورد هذا القربان ما ارهبها ساعة احبائي
ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا. فلنقف مصلين خاشعين. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب. وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيري يا ليسون، كيري يا ليسون، كيري يا ليسون. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نصلي أيها الآب السماوي على نية المسؤولين الروحيين قداسة البابا مار فرانسيس وغبطة البطريرك مار بشارة بطرس وصاحب السيادة مار أنطوان المدبر البطريركي وجميع الأساقفة والكهنة، كي لا يحيدوا عن التعليم الصحيح بل يتمسكوا بكلام ربنا يسوع فيكونوا صورة عنه، هو المعلم الحق. نسألك يا رب، يا رب ارحم. نصلي أيها الآب السماوي على نية المسؤولين المدنيين كي لا تعميهم الكبرياء فتفسد عقولهم ويزوغوا عن الحق. نورهم حتى لا تغرق شعوبهم بالدمار والهلاك. نسألك يا رب. نصلي أيها الآب السماوي على نية الجماعة الحاضرة حتى بشفاعة مريم يكون كل فرد فيها مستعدا لحمل قريبه في الضعف والخطيئة، لنصلي معا إلى فرح القيامة. نسألك يا رب. يا رب. نصلي إليك يا أبانا مع قداسة البابا فرانسيس على نية الكنيسة في الصين لكي تواظب على الإخلاص للإنجيل وتنمو في الوحدة. نسألك يا رب. يا رب ارحم. نصلي أيها الآب السماوي على نية الموتى عموما حتى يسمعوا صوتك يقول لهم قوموا مغفورة لكم خطاياكم، فيكون عبورهم إليك مدخلا إلى الفرح الأبدي غافرا خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب وأمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة لكي يمجد بهذا وبكل شيء ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك الكلي الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. أبد قوشته برخدي دم رايلوخ الهون قابل دحلو فايميت وتحاسبي هو قربانو ساب من ايداي وتراعولي
ولو تتخار لي حطوت سعرت قدم رابوتو. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. آمين. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أحنو رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحي الغافر، وأمام جسدي مخلصنا ودمي المحيي لمن يتناول. واقبلوا البركة من الرب. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها، وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وأديرتك، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوار معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. اذكرني يا ربي يا سيدي يا قدوس، متى أتيت في ملكوتك الأقداس للقديسين بالكمال والنقاة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا هذا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. آمين. جسد ودم يا خبز الحياة وقوت الأرواح وعربون النعيم، أنت ابن البشر، أنت ابن الإله والإله الرحيم. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف، والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا حنون، يا رحوم، يا محبا للبشر ارحمنا. لك شكرنا
لك حبنا، لك قلبنا، نحن لك كلنا يا يسوع ربنا. بارك واحفظ أهلنا، كل من يعنى بنا، واستجب ربي سؤلنا. أيها الآب، في أوقات ضعفنا أنت تضع على دربنا من يحملنا إليك. على هؤلاء الإخوة نحن نشكرك بروحك تربط جماعاتنا، تقويها وتزرع فيها روح الوحدة والتضامن. على عملك في جماعتنا نشكرك. أيها الإبن، أنت وجه الغفران والرحمة، تشفي كل تخلع فينا وتدعونا إلى القيامة معك. على كل قيامة في حياتنا نشكرك، ونعدك أيها الثالوث ألا نكون حاجزاً يمنع الآخرين من الوصول إليك، بل يحمل بعضنا أسقام بعض متضامنين بالمحبة والغفران المتبادل. فنسبح اسمك القدوس إلى الأبد، آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب، الرب الغافر. ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد، آمين. امضوا بسلام وصلوا عنا حبا بيسوع المسيح. حنانك يا رب الأكوان، إليك رفعت صلاتي. أنا إن أحيا فبالإيمان أترف معنى حياتي.